زي ما وعدنا حضراتكم في بداية أول حلقة من هذا البرنامج أن يكون في تواصل ما بين البرنامج أو القائمين على البرنامج والجمهور المتابعين له، أنا هنقل لحضراتكم بعض الرسائل والطلبات اللي طلبوها أيضا أصحابنا على صفحتنا أو صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج اللون الأخضر. كان هناك الكثير من المطالب، أنا أحاول أستعرض منهم أهم المطالب. كان أول واحد بيقول يا ريت وزير الصحة يكثف من حملاته داخل المستشفيات. واحد تاني قال الحمد لله ما فيش مشاكل في التموين، ولكن بس يا ريت يعني يقوي سمك كيس السكر عشان يعرف يوصلوا بيه لحد البيت. نتمنى هذه المطالب حاجات بسيطة جدا، يا ريت بس يعني نضعها في الاعتبار. وانا بدعو كل الوزراء اللي هم طبعا ممكن لهم كل الحب والتقدير والاحترام ان هم يكثفوا من مجهوداتهم، عايزين نحب بعض، عايزين نبني هذا الوطن. مشاهدينا انا بدعو برضو حضراتكم وكل متابعينا، اي حد عايز يناقش اي موضوع او عنده مطروح موضوع حابب نطرحه في اي حلقة من حلقات البرنامج، يا ريت تتواصل على الارقام اللي تظهر قدام حضراتكم على الشاشة او على صفحة برنامج اللون الاخضر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تعالوا مع بعض مشاهدينا نبدا اولى فقراتنا وبنطمن من خلالها على الحاله المريه. معنا على الهاتف سياده المقدم مصطفى ابراهيم من غرفه العمليات من الاداره العامه للمرور. سياده المقدم السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ عاصم، وتحياتي لحضرتك يا فندم والمشاهدين الكرام. صباح تحياتي لحضرتك يا سياده المقدم. يمكن النهارده اجواء كثيره تشهدها البلاد، اول حادث او اول حدث او اول خبر معانا هو محاكمه الرئيس المعزول محمد حسني مبارك، وايضا التي تشهدها اكاديميه الشرطه الان، وايضا هناك محاكمه للنشطاء السياسيين احمد دومه في معهد امناء الشرطيه. اخبار الحاله المريه على هذه الطرق يا فندم دي ناحيه، والجانب الاخر اهم الاجواء اللي ترصدها الإدارة العامة للمرور منذ بداية هذا اليوم. والله يعني زي ما حضرتك تفضلت، هو عندنا اليوم في محاكمتين، المحاكمة الأولى في محيط أكاديمية الشرطة على الطريق الدائري، والمحاكمة الأخرى في محيط معهد أمناء الشرطة على طريق الأوتوستراد. على المستوى المروري يعني في يعني هناك تعزيزات مرورية وتعزيزات أمنية، والمرور طبعا أحد عناصر المنظومة الأمنية اللي معزز بها الخدمات في مناطق المحاكمتين. لكن السادة المواطنين بنطمنهم مستخدمي هذه المناطق ليس هناك أي تعديلات أو تغييرات في مسيرات الحركة المرورية. يوجد نقاط سرز أمنية مرورية لل يعني لتحقيق حالات الاشتباه للوقوف على سلامة التراخيص، لكن بدون أي تعديل أو أي تغيير في مسيرات الحركة المرورية. يمكن أستاذ عاصم يعني لما شرفت بمداخلة حضراتكم بالأمس تقريبا في نفس التوقيت بعدها بحوالي نص ساعة، طبعا نظير الدعوات اللي كانت بتتداول من حركة 6 أبريل الشبابية، يعني تم غلق حركة المرور في ميدان التحرير حوالي الساعة 12 ونص مساء تقريبا. يعني كإجراء احترازي أمني. احنا برضو بنطمن السادة المشاهدين ان مع الساعات الاولى من صباح اليوم تم فتح حركة المرور امام حركة المرور في ميدان التحرير. واصبح الميدان مفتوح حاليا من جميع الاتجاهات. هي برضو لا يخفى على احد اهمية ميدان التحرير كميدان حي وفي قلب العاصمة، يعني كل الاتجاهات القاصدة جنوب القاهرة او الجيزة او خلافه لا غنى لها عن تسيير حركة المرور وايجابياته في ميدان التحرير، برضو على المنازل والمطالع. يمكن يعني ابرز الاحداث او احداثها اخطار من دقائق يعني لا يتعدى الخمس دقائق بوجود حادث تصادم يبدو ان في اكثر من طرف واكثر من سيارة في زمام مركز العياط على طريق مصر اسوان الزراعي. الحقيقة الخدمات هناك يعني ما زالت في طريقها للوصول، لكن الاخطار المبدئي ان في اكثر من سياره. في عندنا بعض الكثافات المروريه الموجوده على طريق البحيري، هي برضو يعني في نقطه ايجابيه، احنا طبعا اقل من ان احنا نقيم الاستاذ الدكتور المهندس جلال السعيد محافظ القاهره، ده استاذ طرق في البدايه وحاليا هو في منصب تنفيذي. كان هناك بعض الاعمال اللي موجوده في منزل البحر الاعظم، طبعا حصل التنسيق مع السيد اللواء مدحت طريقه مساعد وزير المداره العامه للمرور. السيد المحافظ حقيقه وبمنتهى الامانه لما علم سيادته بهذا الامر بنفسه، انا مش عايز اقول لحضرتك يعني توجه بنفسه لموقع الاعمال واشرف عليها بنفسه. طبعا احنا بنشكر سيادته على سرعه التلبيه وعلى سرعه الاجابه، لكن يعني هناك بعض الكثافات من جراء ذلك، وليس هناك يعني اقل من يعني السيد المحافظ انتقل بنفسه وان شاء الله باذن الله هيتم ازاله هذا المعوق حالك. على المستوى العام يعني نقدر نقول باستثناء المؤثرين دول الحاله المريه مرضيه، الحاله المريه متوسطه، في خلال ساعه او اقل من ساعه من الان بنبدا نستعيد لفتره الذروه المسائيه
نعم. وان شاء الله باذن احنا على متابعه مع حضراتكم على مدار الساعه ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك جدا سياده المقدم مصطفى ابراهيم من غرفه العمليات من الاداره العامه للمرور، طمنتنا يا فندم على الحاله المريه، شكرا جزيلا لك يا فندم. يمكن زي ما قال سياده المقدم مصطفى ابراهيم هناك حدثين مهمين، وهو الحدث الاول محاكمه الرئيس المعزول، وهي الجلسه الاخيره تستمع فيها هيئه المحكمه لدفاع المتهمين وايضا دفاع المجني عليهم. نتمنى طبعا ده كل التوفيق لهيئه المحكمه لاصدار الحكم العادل والمنصف. الحدث الاخر وهو محاكمه النشطاء السياسيين احمد دوما واحمد ماهر. طبعا الحدث ده الحمد لله زي ما قال سياده المقدم هناك تكاتف وترابط ما بين رجال الامن الذين يقومون بتامين هذه جلسات المحاكمه وايضا رجال المرور الذين يقومون بعمليه تسهيل الحركه المروريه. كل التوفيق لكل القائمين على هذه المصالح، بشكركم جدا. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي مشاهدينا اهم الاخبار تصدرت الصحف هذا اليوم. اول خبر معنا بعنوان ابو حديد مستمرون في مواجهه المخالفات والتعديات على الاراضي. أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة خلال لقائه برؤساء القطاعات والهيئات بوزارة الزراعة على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود وتحمل المسؤولية والعمل على نقل خطط الحكومة وسياستها بصورة موحدة وجيدة تضمن السير وفقا لخارطة الطريق والمستقبل التي لا تنازل عن تنفيذها ونجاحها، وتفعيل لجان المتابعة على الجامعات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة لزراعة الموسم الصيفي الجديد. معنا على الهاتف الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الهادي. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ أهلا بحضرتك، تعليق حضرتك على تصريحات الوزير وتشديداته أنهم مستمرون في مواجهة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية. الحقيقة ده اللي المفروض يحصل وكان من زمان، يعني قبل ما نوصل لهذه الدرجة التعديات على الأراضي الزراعية، اللي دي جريمة في حق الوطن وجريمه في حق اولادنا، على قد ما احنا بنفتكر ان هو احنا بنساعد اولادنا ونعمل لهم بيوت يسكنوا فيها، انما هي دي جريمه بتاثر على الاقتصاد بتاع البلد وبتاثر على بتزود نسبه البطاله في البلد. يعني لو الشباب لو اي احد بنحل له مشكلته باننا بنبني له بيت على ارض زراعيه يحس بالكوارث اللي بتيجي بعد كده، كان بيقول لا انا مش عايز اتجوز فيه في الارض الزراعيه. لان احنا للاسف في مصر بدانا نبور الارض الزراعيه والارض الصحراء مش عارفين نعمل فيها حاجه، فبقينا عندنا صحراء وعندنا ارض زراعيه استغلت في المباني، فطبعا كارثه شديده. فانا يعني معارضه جدا للسياسه، بس على الجانب الاخر يبقى في تخطيط على مستوى الدوله باننا نحل المشاكل دي بتاعه الشباب وبتاعه، ونشوف يعني ايه اللي الحاجات اللي بتضطر المزارع او اللي عنده ارض زراعيه انه يحولها ويبني عليها، والكلام ده برضه تخطيط هياخد وقت طويل، لكن لابد نمشي جنبا الى جنب في ان احنا نضع حلول للحاجات اللي بتحصل وبتهدي الاقتصاد المصري بتاعنا. تمام. طب دكتور نجوى، سؤال ربما يكون مفهومه صعب ولكن مضمونه ليس بالشاق، وهو امتى ما يكونش في تعديات على الاراضي الزراعيه دي؟ امتى ما يكونش؟ ما يكونش حضرتك لو احنا، ما انا زي ما بقول لسيادتك يعني، هل من تفعيل الاجراءات واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه والرديع لهؤلاء المتعدين، ولا لما يكون في حاله تثقيف ووعي لدى المخالفين دول ان هم بخطوره اللي بيقوموا بيه ده؟ القانون بيجرم الكلام ده، ومع ذلك القانون غير مفعل، ومفيش اجراءات رادعه للكلام ده، بالعكس بيروح يدفع غرامه، بيروح يرتب كل المرافق المايه والنور والكلام ده، ويعمل وبيسمع بقى حاجات يعني مصطلحات يقول لك انا عملت مش عارف مقايسه، عملت مش عارف ايه، تصالحت مع مين، كل الكلام اللي هي الابواب الخلفيه اللي مكسر بيها القانون. فالقانون موجود ولكن غير مفعل، ومفيش متابعه على ارض الواقع. لكن اللي احنا فيه دلوقتي الدنيا الحمد لله احنا بدانا نسمع ان في بقى متابعه وتعديات، وبعدين كنا نقول طب والله نتصالح مع الناس دي، نلاقي على ما نتصالح مع واحد نلاقي 1000 واحد بدا يعمل تعديات. فلابد من تفعيل القانون والتجريم بشكل كبير. طيب دكتور نجوى، معلش بما ان هدفنا الارشاد والتوعيه، معلش كده لو حبينا نقول خطوره التعدي على الاراضي الزراعيه والاسباب التي ممكن ان تؤول اليها من اضرار. حضرتك التعدي على الاراضي الزراعيه دي معناها ان انا بتعدى على قوت الشعب، قوت الشعب كله غلبان وغير غلبان. الغني والفقير هيتضر من التعديات دي. شوف حضرتك احنا دلوقتي حجم بنستورد كل حاجه تقريبا دلوقتي، لان الاراضي الزراعيه اتبدلت، لا هي بقت
بنستغلها في محاصيل للحيوان، لان قلت الرقعه الزراعيه. نعم. وبدانا يعني حتى الحاجات بعد ما كنا بنتفوق في بعض المحاصيل اتلغت نتيجه لان خلاص الرقعه الزراعيه بتضيق علينا بحيث ان احنا نحولها. فبيبقى بتاع التعدي على الارض الزراعيه بيهدم الاقتصاد، بيزود التلوث البيئي، واحنا خلاص يعني بقينا مصر في ضمن يعني ليها ريكورد في البلاد اللي فيها تلوث بيئي عالي جدا. زائد ان احنا يعني ما بنحلش ده احنا بتتفاقم المشاكل عندنا. نعم. المشاكل للاسف. بشكرك جدا استاذه دكتوره نجوى عبد الهادي. مثال صغير شبهه لي واحد عجوز وكبير في السن، قال لي تخيل خطوره التعدي على الارض الزراعيه ده بايه. لو كل واحد فينا كده بيتعدى على الارض الزراعيه وهو بيجي ياكل كده وبيقطع لقمه العيش وجاي يحطها في بقه، تخيل ان اللقمه دي مش موجوده في حال تعديه على الاراضي الزراعيه، هل التعدي على الاراضي الزراعيه؟ اعتقد المثال ده يحمل الكثير من المعاني. يا ريت كده نعقل الامور قبل البدء فيها. الخبر التالي بعنوان تعميم الغاز الحيوي في جميع المحافظات. تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بالتنسيق مع وزارة البيئة لتعميم مشروع الغاز الحيوي البيوغاز في مختلف المحافظات. تلقى جهاز بناء وتنمية القرية 360 طلبا من عدة محافظة لتنفيذ وحدات البيوغاز. صرح الوزير ايضا عادل لبيب بان هناك فرق عمل من الجهاز تقوم حاليا باجراء المعاينات تمهيدا لتنفيذ الوحدات. كما اكد الوزير ان الجهاز سوف يقوم خلال الاسبوع الحالي بتكثيف حملات التوعيه وحلقتها والزياده منها، وايضا الزيارات الميدانيه لنشر فكر البيوغاز وتوعيه المزارعين بالمحافظات باهميته وفوائده. معنى التعليق على هذا الخبر الدكتور سمير الشيمي استشاري تكنولوجيا البيوغاز بمركز بحوث زراعية. دكتور سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. يعني كيف ترى اهمية تعميم مشروع البيوغاز على كافة محافظات الجمهورية، وكيف يساهم ذلك من تقليل الضغط على مصادر الطاقة؟ يعني والله ده خبر انا سعدت بيه قوي، لانه خبر اتأخر كتير قوي. احنا من سنة من الثمانينات القرن الماضي بنقول يا جماعة البيوغاز يخش في الريف المصري، وان الاوان ان هذا الكلام يتم دلوقتي. ده هيقلل الضغط كتير قوي على مصادر الطاقة الأخرى، لأننا في مصر لازم يكون عندنا تنوع لمصادر الطاقة، ما نعتمدش على مصدر واحد فقط. دلوقتي الريف بيعتمد على مصدر واحد اللي هو البوتاجاز. دخول البيوغاز في الريف المصري سيؤدي إلى تقليل الضغط على البوتاجاز كتير قوي. الحقيقة أنا بس بطلب من وزارة التنمية المحلية إنها تستفيد من تجارب اللي عملها مركز البحوث الزراعية منذ ثمانينيات القرن الماضي وما زلنا مستمرين فيها. تمام. نشتغل في البيوغاز من سنة 80 90 2000 2010 2014 لحد دلوقتي. في هنا الحقيقة مشاكل كتير قوي في التطبيق. درسناها وعملنا تقييم ليها. نعم. وعملنا تقارير بيها وتقدمت لوزارة البيئة وتقدمت للجهات اللي هي يعني مهتمة بالموضوع. نعم. عايزين قبل ما نخش بس نناقش هذا الموضوع علشان التجربة ما يحصلش ليها يعني إحباط، ولو حصل إحباط في أي حاجة من الصعب قوي انك انت بتقوم الناس تاني وتقنعها. طب النتائج اللي توصلتوا ليها يا فندم ومدى التعاون ما بين حضراتكم والوزارات المعنيه بذلك؟ والله هم يطلبوا مننا واحنا مستعدين، احنا وزاره البيئه طلبت مننا ودينا خبرتنا وبنقدم لها الاستشارات اللي هم عايزينها بينفذوها. نعم. اهلا وسهلا، ما ينفذوهاش ده قرارهم. لو وزاره التنميه المحليه عايزه سهل قوي ان الوزير يتصل بوزير الزراعه، ووزير الزراعه اللي احنا تبعه سوف يكلفنا بالمهام اللي احنا تعاون. لازم يكون في تعاون معروف. نعم. ومحدد ومعروف مين هيعمل ايه ومين هيطبق ايه. نعم. لان البيوغاز بيعتمد على نوعيه من المخلفات الزراعيه، مش تمام. كل المخلفات الزراعيه. نعم. هتنفع في البيوغاز، انواع معينه من المخلفات درسناها وقيمناها وكل حاجه موجوده عندما يطلبها من عندنا جهاز شؤون البيئه وزاره التنميه المحليه مجلس الوزراء. احنا عندنا النهارده بيوغاز بنطبقه على مستوى كبير في مزارع وزاره الزراعه. بنشغل حاطين بنشغلين بنبني تمام. على اساس
المزارع اللي في وزارة الزراعة تشتغل بالبيوغاز وتستغنى عن السولار وعن الكهرباء وعن المصادر التقليدية. نتمنى لكم التوفيق يا فندم وأن يعمم هذا المشروع على كل محافظات الجمهورية وخاصة على المناطق الريفية. بشكرك جدا الدكتور سمير الشيمي استشاري تكنولوجيا البيوغاز بمركز البحوث الزراعية. يمكن مشاهدينا احنا كان سبق لينا فقرات وحلقات حول هذا الموضوع وطرحنا على حضراتكم أهمية استخدام البيوغاز خاصة يعني في توليد الإنارة. زي ما حضراتكم عارفين في ظل الانقطاع يعني المتكرر كل شوية في التيار الكهربائي، أعتقد استخدام البيوغاز ده هيغنينا شوية أو يخلينا نتلاشى شوية الأضرار اللي تنتج عن انقطاع التيار الكهربائي. الخبر التالي بعنوان العدو يطلق حملة شلل الأطفال من سرايا القبة. أطلق الدكتور عادل العدو وزير الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تستمر لمدة 4 أيام، وذلك من مكتب صحة الأسرة بسرايا القبة. تهدف الحملة إلى تطعيم 14 مليون طفل من سن يوم إلى 5 سنوات لرفع مناعتهم والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال. أيضا تبدأ الحملة من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء يوميا. حتى نهاية الحملة كان العدو قد قام بزيارة مفاجئة لمستشفى معهد ناصر وناصر العام بالقليوبية، وانتقد الوزير بعض إجراءات التعامل مع المرضى بمعهد ناصر خاصة في قسم الطوارئ والذي وجد فيه حالات مرضى تستدعي وجود الكثير من طبيب يعني لمعرفة الحالة. أتمنى أن هذه الحملات تكرر وتعمم على مستوى مستشفيات الجمهورية. حضراتكم تعلمين أن هناك الكثير من المستشفيات لو حد يعني كده راح شافها ما أعتقدش أن يكون ده منظر مستشفى. أتمنى يا رب الحالة الصحية تكون عندنا في مصر أهم شيء، لأن احنا مش عايزين غير الصحة. لما يكون في صحة هيبقى في بعد كده إنتاج. الخبر التالي بعنوان وزير البيئة 25 مليون جنيه دخل محميات البحر الأحمر في عام واحد، ما شاء الله. أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر عن أنشطة تم تنفيذها لرفع دخل المحميات بالبحر الأحمر خلال هذا العام ليصل إلى 25 مليون جنيه بدلا من 16 مليون جنيه. وأكدت الوزيرة خلال مشاركتها أمس في ورشة عمل حول استراتيجية مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع حماية الطبيعة تتمثل في إنشاء وإدارة شبكة المحميات الطبيعية بمستويات عالمية. أيضا تضم النماذج الرئيسية من الرأسمال الطبيعي المصري والأنظمة البيئية الأساسية والتنوع البيولوجي المهدد بالانقراض بتوفير البيئة المناسبة والتمويل المستدام والإدارة اللامركزية والشراكة مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. للتعليق على هذا الخبر معنا الدكتور حسني عبد الوزير مدير مركز المحميات الطبيعية وأستاذ البيئة بجامعة عين شمس. دكتور سلام عليك يا فندم. عليكم السلام حسني عبد العزيز يا فندم مع حضرتك. عفوا دكتور حسني عبد العزيز برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني تعليق حضرتك يا فندم على هذا الخبر. والله بالنسبة لهذا الخبر اللي قالته معالي الوزيرة نعم. خبر مهم جدا لانه بيخص موضوع المحميات الطبيعيه، وده موضوع غايه الاهميه بالنسبه لمصر، مش بالنسبه لمصر فقط بل للمنطقه العربيه كلها والعالم اجمع. فاحنا معروف ان عندنا نسبه المحميات بتصل حوالي الى 16% من مساحه جمهوريه مصر العربيه او اقل من ذلك بقليل. وعندنا 30 محمية في جمهورية مصر العربية، منها المحميات البحرية والمحميات البرية ومحميات التراث الطبيعي والمحميات المحيط الحيوي. فهذه المحميات جميعها تحتاج المزيد من الدعم ومن التدعيم. طبعا كون ان معالي الوزيرة مشكورة تحاول انها ترفع النسبة من 16 مليون ل 25 مليون ده طبعا شيء جميل جدا، لكن احنا بنطمع في المزيد. وبالنسبه للتحديات الخاصه بالمحميات اللي حصلت في الاونه الاخيره محتاجه مزيد من الريكفري او محتاجه مزيد من الاهتمام بها لاعاده تنميتها، التنميه المستدامه اللي هي بيبقى فيها سستينابيلتي او استدامه. ودي تتاتى من الاهتمام الاكبر برواد اللي بمرتادي هذه المنطقه وسكانها والبدو القريبين من هذه المنطقة. نعم. حيث ان هم الاقدر على حماية هذه المناطق بحيث ان هم بيكونوا نواة جيدة جدا للحفاظ على الموارد الطبيعية. وده واضح جدا في محمية سانت كاترين حيث بيقوم البدو
استضافة الزائرين لهذه المحمية. جميل. بيقوموا ببيع بعض الأدوات اللي هي في بيحتاجوها، بيقوموا بمصاحبتهم في الجبال للتعرف على الموائل المختلفة لهذه النباتات. نعم. والتعريف بها دون أن نقوم بقطع أو موضوع القطع الجائر اللي احنا من خلال برنامجك الجميل قلت ان احنا ننبه لكليات الصيدلة وكليات العلوم ان هم يقللوا من موضوع القطع الجائر لهذه النباتات، بل يأخذوا بعض السامبلز اللي بتعبر عن النبات ككل. وانا برضو حضرتك يا دكتور ان شاء الله تشرفني في حالة كده نستفيد اكثر في الحوار حول هذا الموضوع ان شاء الله. اتشرف بيك دايما. وموضوع المحميات هو ده الحفاظ على جميع التراث الحيويني والتراث الحيوي للنباتات والحيوانات والطيور والموائل الطبيعية اللي هي الخاصة بالصخور. وطبعا بانتهز هذه الفرصة في برنامجك بحيث ان احنا عندنا لابد من ان يكون في اتجاه للسياحة البيئية او سياحة المحميات الطبيعية. نعم. حيث انها في يوجد بها اماكن قد لا تكون موجودة في مناطق اخرى نظرا لوجود بعض هذه الثروات الطبيعية بها يا استاذ. تمام، بشكرك جدا دكتور حسن عبد العزيز استاذ البيئه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا يا فندم. الخبر التالي مشاهدينا بعنوان: السعوديه تفرج عن مركب صيد و35 صياد مصري. قال بكري ابو الحسن شيخ الصيادين بالسويس بان السلطات السعوديه افرجت عن مركب الصيد بركه الحاج رشاد علوش وعلى متنها طاقمها المكون من 35 صيادا عائدا لميناء الصيد بالاتكا بالسويس، بعد ان قام ملاكها بسداد الغرام المقرره عليها وقدرتها 15 ريال سعودي. يذكر ان مراكب الصيد سلطات السعوديه الشهر الماضي القت القبض على 3 مراكب صيد بداخلها اكثر من 100 صياد دخلوا المياه الاقليميه السعوديه للصيد بالمخالفه للقانون لعدم حصولهم على اي تصريحات في هذا الصيد. طيب للتعليق على هذا الخبر معنا الحاج بكري ابو الحسن شيخ الصيادين بالسويس. حاج بكري سلام عليكم يا فندم. سلام يا فندم، اهلا اهلا. بدايه طمني على الصيادين اللي الحمد لله يعني تم رجوعهم بالسلامه، وهل في اي اجواء شهدتها من اجواء تم القبض على صيادين اخرين ولا الحمد لله تمام الاجواء دلوقتي تمام؟ هو بدايه الحمد لله رب العالمين لم تكن هناك اي حالات قبض على مراكب الصيد. نعم. سوى ان هناك مركب واحد هو الكعبه الشريفه وتنتهي فتره حجزها هناك 21/4 الجاري ان شاء الله سيتم الافراج عليها وعليها 6 افراد باقي طاقمها. والجدير بالذكر حضرتك ان مركب الصيد بركه الحاج رشاد علوش قد غادرت ميناء جازان السعودي في الساعه 10 صباح امس متجهه الى ميناء الاتكا بالسويس ميناء الصيد. نعم. وان شاء الله ستصل في غضون ما يقرب من 5 ايام تقريبا الى ميناء الصيد بالاتكا. طب طمني على كل يعني الاشخاص اللي علمتنا هذا المركب كله الحمد لله بخير يا فندم. الحمد لله بخير وهم طاقمها. واود ان انوه ان السلطات السعوديه وتحديدا المملكه العربيه السعوديه عملت الصيادين احسن ما تكون المعامله وقدمت لهم كل سبل الراحه وكل سبل المساعده. نعم. وقد افرجت عن مركب الحاج عشري من قبل منذ حوالي شهر وعليها 59 صياد. نعم. منهم 29 طاقمها الاصلي و30 صياد هم طاقم المركب الكعبه الشريفه. نعم. دعني سيدي الفاضل فضل. ان اتوجه من خلال شاشه القناه المتميزه قناه مصر الزراعيه الى اخواني الصيادين اصحاب مراكب الصيد. نعم. سواء في البحر الابيض المتوسط او البحر الاحمر، واقول لهم واناشدهم بألا يقتربوا من الحدود الاقليميه لاي دوله من دول الجوار حفاظا على العلاقات الثنائيه بين مصر وبين تلك الدول، وايضا حفاظا على ارواحهم منعا لتعرض مراكبهم وصياديهم الى اطلاق النيران او الاحتجاز او اي احكام قد تصدر في شانهم. لذلك اؤكد على حضرتك أن قطاع الصيد الآن تنبه لموضوع القبض على مراكب الصيد، والكل بدأ أن يأخذ حذره ويتوخى الحذر من الاقتراب، ولكن نتمنى
حتى لا نكرر هذه المحاولات مرة أخرى، أن يتم تطوير وتطوير وتنمية الإنتاج السمكي وتنمية الثروة السمكية في مصر، حتى لا يلجأ الصيادين إلى الذهاب بمراكبهم إلى المياه الدولية القريبة من الحدود الإقليمية لأي دولة من دول الجوار. أنا بضم صوتي لصوت حضرتك إن يعني رب كل الصيادين يلتزم بالمناطق المخصصة لهم، وعدم يعني التجاوز أو الاختراق لأي حدود أرض عربية، لأن ممكن ده ذلك الأوضاع تقول للأسف لبعض المشكلات. بشكرك جدا الحاج بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسعودية. أنا بشكر طبعا الدولة السعودية الشقيقة على حسن المعاملة للصيادين المصريين. خلص تحياتنا للدولة الشقيق السعودية. الخبر التالي بعنوان زراعة 271 ألف فدان قمح بالمنيا. كشف الدكتور حسن فولي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا أن هذا العام شهد زراعة 271 ألف و295 فدانا بزيادة قدرها 52 ألف و295 فدانا عن المستهدف والمقدر بمساحة 279 ألف فدان، وهو ما سيضع المحافظة في مرتبة متقدمة أثناء موسم التوريد. أيضا أوضح فولي أنه تم تحديد سعر التوريد بقيمة 420 جنيه للأردب القمح درجة نظافة 23.5 قيراطا، وهو ما تم إخبار المزارعين به خلال الموسم الزراعي. مع التعليق على هذا الخبر دكتور حسن الفولي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا. دكتور سلام عليك يا فندم. وعليكم السلام. تعليق حضرتك على هذا الخبر وطمني على زراعة القمح اللي يمكن محافظة المنيا تتميزت فيه هذا العام. الحمد لله السنة دي احنا كنا في اجتماع اللجنة العليا لزراعة القمح الأستاذ محافظ المنيا. نعم. ووضحنا الإجراءات الخاصة لاستعداد لموسم زراعة وتوريد محصول القمح. نعم. للتسويق الخاص بمحصول القمح والاستعدادات. احنا الحمد لله طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 494/2018 الخاص بتحديد سعر القمح 420 جنيه لدرجة نظافة 23.5 بوزن 150 كيلو جرام، عملناه على كل محافظة لجميع المزارعين. نعم. ويمكن سياسة معالي الوزير بخروج القرار بتسعيرة القمح بدري هي اللي شجعت الناس على زراعة محصول القمح. نعم. وبالتالي احنا فعلا زرعنا السنة دي 271 ألف فدان 295 وبزيادة 52 ألف 295 فدان عن المستهدف بتاعنا 219. ما شاء الله. حاجة تانية برضو اللي شجعت المزارعين ان احنا وفرنا التهاوي، احنا موزعين 48,911 أرداب. نعم. من تهاوي الإدارة المركزية للتهاوي ومركز البحوث الزراعية بجانب الشركة. نعم. ودي غطت حوالي 60 أو 70% من مساحة القمح الموجودة في المحافظة. ودي شجعت المزارعين على الزراعة. نعم. وإن حالة المحصول جيدة جدا. طب بجانب كده دكتور احنا عملنا تعاقد. تمام. عملنا تعاقد من خلال التعاون الزراعي، ودي سياسة وزارة الزراعة. إن احنا عملنا حوالي 5,277 عقد للمزارعين من خلال التعاون الزراعي. تمام. نسقنا مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، جهزنا حوالي 47 شونة جاهزة تماما من خلال التبخير وإزالة الحشاش من الشواني وتجهيز الفارغ من خلال البنك. نعم. ويمكن احنا خدنا قرار امبارح بأن يتم تخصيص مساحة من الأرض في المنطقة الصناعية. نعم. قررها سيادة المحافظ بحيث أن يتم إنشاء مصنع لتصنيع الفوارغ بتاعة البنك عشان تعبئة القمح. نعم. لضمان وجود فوارغ جديدة عشان نقلل نسبة الفقد الموجودة أثناء تداول محصول القمح. طيب دكتور حسن، هذه المجهودات التي تبذل من أجل النهوض بمحصول القمح وزيادة الإنتاجية، هل ده يعطينا باكورة أمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي يا فندم؟ والله هي منظومة متكاملة، منظومة بين وزارة التضامن اللي هي يعني تحدد سعر القمح. نعم. ان يطلع السعر بدري بالاشتراك مع وزاره الزراعه. نعم. الحاجه الثانيه ان يكون في اتجاه لانشاء الصوامع. نعم. لان الصوامع هتحافظ على محصول القمح وتستوعب الكميات اللي طالعه من المزارعين من انتاجها، بجانب توعيه المزارع بان يولد محصوله بالكامل. لو تم التوريد بالكامل للمحصول المنتج مع وجود سعه تخزينيه تستوعب هذه الكميات.
نعم. انا اتوقع ان مصر توصل لاقصى طريق هذا تحقيق الاتفاق الذاتي ان شاء الله يا فندم. يا رب. بشكرك جدا الدكتور حسن الفولي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه المنيا، وبنتمنى طبعا للمحافظه النهوض والتميز في كل الزراعات، وكل محافظات الجمهوريه تقتدي بهذه المحافظه التي تميزت هذا العام في زراعه محصول القمح. الخبر الأخير معنا بعنوان البطيخ يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. خلاص احنا فصل الصيف قرب، محدش طبعا يقدر يستغنى عن أكل البطيخ وهي الجبنة الحادقة. الخبر بعنوان توصلت دراسة طبية إلى أن تناول البطيخ يساعد على تخفيض الضغط على الشريان الأورطي وعلى القلب، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط على وظائف القلب خاصة في البلاد ذات الطقس البارد، حيث يصبح الكثير من المرضى عرضة للإصابة بالنوبات القلبية عند انخفاض درجات الحرارة في الجو. فقد أكد الباحثون أن البطيخ يعمل على خفض فرص الإصابة بالأزمات القلبية خاصة بين البدناء حتى في حال تعرضهم للطقس البارد. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الأشخاص الذين انتظموا في تناول البطيخ الغني بالأحماض الأمينية حدث لديهم انخفاض ملموس في مستوى ضغط الدم المرتفع مع زيادة فرص وقايتهم من الأزمات القلبية. معنا تعليق على هذا الخبر الدكتورة لمياء لطفي خبيرة التغذية بجامعة كفر الشيخ. دكتور سلام عليك يا فندم. عليكم السلام، صباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح النور عليك يا فندم. تعليق حضرتك على هذا الخبر، حضرتك تعلمين إن مفيش حد يقدر يستغنى عن البطيخ خلاص داخل فصل الصيف، كلمين عن أهم الفوائد الطبية لهذا يعني هذه الفاكهة الجميلة. طبعا كل سنة حضرتك طيب وكل سنة حضرتك طيبة. الله على مصر يبقى بخير وسلام دايما إن شاء الله. عايزة أقول لحضرتك إن حضرتك اتفضلت واتكلمت عن دور البطيخ في خفض ضغط الدم. نعم. البطيخ طبعا من الفواكه المستحبة جدا 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 في فترة الصيف. بارتفاع نسبة المية وتقريبا هي بتوصل ل 90% من وزنه. وعايزه اقول لحضرتك كمان ان بالاضافه لكونه مرطب هو الحقيقه له قيمه غذائيه عاليه، وده اللي احنا مش عارفينه. احنا دايما بنتكلم عن البطيخ على انه مصدر ترطيب مش اكتر، مصدر ميه مش اكتر. لكن الجديد حضرتك واللي معروف عن البطيخ ان هو فعلا فيه قيمه غذائيه عاليه جدا، خصوصا انه فيه احماض امينيه زي ما حضرتك قلت، سبيشالي حمض اسمه الارجانين، وده مهم جدا جدا للجسم. ومش كده وبس حضرتك، على فكره البطيخ كمان في نسبه دهون مهمه قوي اسمها الدهون الغير مشبعه اللي هي الاوميجا. نعم. وان كانت بسيطه ولكنها من انواع الدهون اللي فعلا الجسم بيحتاجها، خصوصا الناس اللي حضرتك اشرت اليهم دلوقتي اللي هم المصابين بارتفاع ضغط الدم. البطيخ فيه معدنين مهمين جدا جدا، معدن اسمه البوتاسيوم ومعدن اسمه المنجنيز. المعدنين دول تحديدا لما بيوجدوا فيه بيبقوا بكميه عاليه بيعملوا على تنظيم ضغط الدم في الاشخاص العاديين والمرضى على فكره بصراحه. نعم. يعني عايزه اقول لحضرتك كمان انه المعدنين دول بالاضافه لدور البطيخ الاساسي في انه بيخفض الدم او ضغطه اللي ماشي في الشريان الاورطي لحد القلب، فبيخفف العبء لحد كتير قوي عن القلب ويمنع. نعم. الاصابه بقى بالازمات القلب اللي حضرتك عارف انها منتشره الايام دي جدا. نعم. مع ارتفاع الوزن والاصابه بالسمنه الاثنين متلازمات على فكره. نعم. فالبطيخ له دور مهم جدا في موضوع ضغط الدم. نعم. وبرضو اضيف لحضرتك حاجه لطيفه جدا بخصوص اقتراب فصل الصيف، وطبعا للسيدات والفتيات والبنات اللي بتحب المعلومات دي، انه البطيخ مرطب قوي جدا للبشره ومفيد في عمليات رجيم التخسيس. الناس اللي بتحب تقلل وزنها. نعم. في نسبه الياف فيها جدا جدا. نعم. بتساعد قوي في تخفيض الوزن بطريقه. نعم. صحيه وسهله وما. نعم. فيهوش اي اضرار جانبيه كمان. نعم. بينظم مستوى سكر الدم. وعلى فكرة المعلومة دي أنا مش حابة أقولها بس للمرضى أو اللي عايزين يخفضوا وزنهم، لا هي كمان للناس الأصحاء اللي حابين يحافظوا على السمات الصحية. نعم. أو الملامح الصحية الجسدية اللي عندهم. اعتقد يا دكتور بعد الفوائد اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي كل مشاهدينا حريصين انهم ياكلوا بطيخ دلوقتي، واولهم الموجودين معايا في الاستوديو. بشكرك يا فندم. يا ريت والله. يا رب يا فندم. بشكرك جدا الدكتورة لامية لطفي خبيرة التغذية بجامعة كفر الشيخ. شكرا لك يا فندم. زي ما ذكر الدكتور لامية هناك الفوائد العديدة والمتعددة في ثمار البطيخ، نتمنى يا رب ان هذه الثمار يعني يحرص المصريين على تناولها بشكل جيد وليس بشكل مسرف، لان طبعا عارفين ان الزيادة ما بتأديش طبعا للفايدة المرجوة منها. مشاهدينا يمكن ده كان اخر خبر معنا النهاردة في الفقرة الاخبارية.